الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نلتقي أحبائي المشاهدين وقراءات يوم 22 أبيب. 22 أبيب في شهادة القديس بقطر ابن رومانوس. وهذه القراءة مستلفة من يوم 27 برمودة. هذه القراءة مستلفة من هذا اليوم عملاً بالقاعدة التقصية اللي تقول أن القراءة المتكررة تأخذ من مصدر واحد ما يعادلها في أيام السنة. وإذا بحثنا عن عنوان قراءات اليوم فهو يتكلم عن التلمذة للمسيح أو الشهادة للمسيح. إحنا بنحاول في كل يوم نحط له عنوان رئيسي ونبحث عن هذا العنوان في داخل كل قراية من القراءات التسعة اللي موجودة في اليوم. والحقيقة كانت بداية أكثر من رائعة في مزمور العشية لهذا اليوم يوم 22 أبيب. قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب. المزمور 4. أنا هحط خط تحت كلمة ارتسم. عارفين ارتسم دي يعني ايه؟ فكروا فيها كده بالراحة. يعني كأن ربنا جاب ريشة وفي كل وجه يحمل اسم المسيح ربنا رسم شكله. ارتسم علينا نور وجهك. أنا فهمتها كده. كل واحد حيشوفك ويبص ليك حيشوف فيك نور المسيح. وأتذكر الآن نفس المقولة اللي قالها معلمنا بولس الرسول بعد المعمودية. أنتم الذين قد اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. يعني كل واحد حيشوفك يشوف فيك صورة ربنا. قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب. أعطيت سرورا لقلبي أنت وحدك. أسكنتني على الرجاء. إنه مزمور رائع يعلن أن التلمذة والتبعية للمسيح ينبغي أن تعلن عن نفسها في نور وجه الإنسان الذي يحمل اسم المسيح. مين فيكم خد باله من عبارة بنسمعها كل قداس؟ من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. كل واحد حيشوفك يشاور عليك ويقول لك ده ابن المسيح. فكل فعلة تصدر منك إنها تتكلم عن المسيح وتنسب للمسيح دون أن تقصد ودون أن تدري ودون أن تعني. ارتسم علينا نور وجهك يا رب. قد ارتسم علينا نور وجهك. افتكرت دلوقتي وانا واقف لما كان القديس استفانوس بيترجم وكان باصص للسماء. بص الناس كلها بصوله وكانوا يرون وجهه. أيوة كوجه ملك. ارتسم علينا نور وجهك يا رب. وهو في آخر لحظات بيودع حياة الأرض الفانية لكن كان وجهه كوجه ملك. ونتذكر أيضا ذاك الذي قرع الباب على القديس أنطونيوس ولما فتحه بعد إلحاح دخل وظل صامتا. فلما استنفره وقال له لماذا جئت انت جاي ليه؟ قال له يكفيني النظر إلى وجهك يا رجل الله فأمتلئ سلاما. فالمزمور اليوم يبادئنا قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب. التلمذة والشهادة للمسيح تعلن عن ذاتها في حياتك. ثم يأتي الإنجيل إنجيل عشية في متى 16 يتكلم عن من أراد أن يتبعني. من أراد أن يصير لي تلميذا. من أراد أن يقدم حياته شهادة للمسيح مطلوب منه ثلاث حاجات. واحد ينكر نفسه. اثنين يحمل صليبه. ثلاثة يربح ذاته. هذا الجزء من الإنجيل حط قاعدة أنا مش عارف إزاي الناس بتنساها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ للأسف هذه العبارة وهذا الميزان أصبحنا لا نستخدمه إلا كثيرا في عظات الرساء والعزاء.
ولكنها ينبغي أن تكون عنوان حياة. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ نتذكر هذه العبارة ونحن نعيش أيامنا على الأرض، ونتذكر كل ما قيل عن حياة الأرض من فناء، وكل ما شهوة الأرض إلى ضياع. مشغولين 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 مشغولين، في مصر مشغولين وبره مشغولين، وكل واحد فينا بيصبح الصبح يلاقي نفسه دخل في الليل عشان ينام بالليل يفكر في اللي هيعمله بكرة الصبح، وضاع ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. جيد أن تنجح، وجيد أن تعمل، وجيد أن تتاجر، وجيد أن تثمر، وجيد أن تعمر، وجيد أن تجتهد، لكن فيما أنت تفعل كل هذا اوعى تنسى خلاص نفسك، اوعى تنسى خلاص نفسك. كلنا فاكرين القديس أرسينيوس لما راح الدير الصحراء وساب الدنيا كلها، جه على باب القلاية وحط كده فحر آية كده بخط إيده وقال: تذكر يا أرساني ما خرجت لأجله. اوعى انت كمان وانت في الصحراء يضيع منك هدفك، ده القديس أرسينيوس بيقول كده. فما بالكوا باللي عايشين في الأرض يقولوا ايه؟ تذكر يا أرساني ما خرجت لأجله، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. ويأتي إنجيل باكر يتكلم عن التبعية والتلمذة للمسيح: كل الذين يحبون اسمك يفتخرون بك، اسمك القدوس الذي دعي علينا، يفتخر بك كل الذين يحبون اسمك. الناس تمشي بتزهو إنها تتبع المسيح وتحمل اسم المسيح، لأنك أنت يا رب باركت الصديق، باركت الصديق. اسم الله بالنسبة لنا هو اسم النصرة واسم الفخر واسم المجد. كل واحد فينا يفتخر أنه يحمل اسم المسيح بين الناس، بس مش يشيله اسم، لكن يقدمه فعل بين الناس. ويجي الإنجيل النهاردة في إنجيل باكر في متى 10 أيضا يبدأ بالعبارة المحيرة التي بعض الفلاسفة أخطأوا في فهمها، حينما قال السيد المسيح: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. وكان السيف الذي يقصده السيد المسيح مغايرا تماما للسيف الذي يراه الناس، إنما السيد المسيح رغم أنه فسرها لكن محدش فهمها، وقفوا عند دي بس، هو سيف الفرقة وسيف الاضطهاد اللي حيسلط على رقاب أولاده طول الزمان. في العالم سيكون لكم ضيق وضيق مفتوح، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الذي قال لنا هذه قال لنا أيضا: تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم قربانا لله. هذا هو السيف الذي كان المسيح يقصده، وده اللي حصل. ويجي جوه في الإنجيل يقول: أنا جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه. والكلام ده حصل؟ حصل. افتكروا معايا القديسة دميانة، القديسة دميانة أبوها ساب المسيح، قالت له لا، راحت لحد عنده بمنتهى القوة قالت له: أنت أبويا على عيني وراسي، لكن تسيب المسيح ده قصة تانية. ليتهم أتوني بخبر مماتك من أنهم يقولوا لي أنك سبت المسيح. جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه. وقفت القديسة دميانة ضد أبوها، تعطينا مثلا وترجمة حية لهذه الأمثولة الرائعة على النفس التي تختار الله أولا: من أحب أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أكثر مني فلا يستحقني. حتى الأولاد، حتى الأولاد، ست رفقة، الست رفقة كانوا يريدون أن يستخدموا الأولاد وسيلة ضغط على أمومتها، ذبحوا أولادها في حجرها لكي تنصحهم بأن أو تثنيهم عن أنهم يكملوا مع المسيح وهي كمان تسيب المسيح. فكان الأولاد وسيلة ضغط بالنسبة لها، هو ده السيف اللي المسيح قصده. ذبح ولادها على رجليها
لكنها كانت تقويهم وتعزيهم وتسندهم وتشجعهم وتقول لهم ما تخافوش أنا جاي لكم، اسبقوني أنا جاية، أنتوا رايحين الأول وأنا هكمل وراكم للمسيح. ويأتي القديس بولس الرسول في رسالة رومية الإصحاح الثامن يتكلم عن التلمذة والشهادة للمسيح مقابل إيه؟ مقابل إيه؟ مقابل لأني أظن أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ مفيش حاجة أبداً أبداً تعوقنا عن أن نعيش بفخر بانتماء للمسيح مهما كانت الضيقة ومهما كانت التجربة. وحنفتكر الحتة دي لما نتكلم في الإنجيل، افتكروا البولس لما حنوصل للإنجيل القداس حنشوف الرابط بينهم هو إيه. وبملء الإيمان القديس بولس الرسول يقول لأننا نعلم ما نصلي لأجله، احنا عارفين كويس بنصلي لمين ورايحين فين، ومن الذي وعدنا أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. ويستكمل هذه المنظومة القديس بطرس في رسالته الأولى الإصحاح 3 في رسالة الكاثوليكون ويعطينا بعض نصائح للتلمذة وللشهادة للمسيح، أن نعمل برأي واحد محبين للإخوة رحومين متواضعين. وبعدين يحط القاعدة اللي احنا كلنا كأولاد للمسيح ماشيين عليها، والناس بتفكرنا ضعف غير مجاذين عن شر بشر ولا شتيمة بشتيمة بل بالحري مباركين. لما بنعمل الكلام ده الناس بتفكرنا مستضعفين، لكنهم لا يعرفون أننا نمتلك قوة لا يفهمها أهل العالم. ويعطينا في النهاية رسالة اطمئنان ويقول من ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم؟ أما خوفكم فلا تخافوه ولا تضطربوا. اوعوا تخافوا مهما حصل مهما حصل. يبقى القديس بولس الرسول يقول ألام الزمان الحاضر، والقديس بطرس يقول أما من ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم؟ افتكروا الكلام ده عشان دقيقتين وحنروح للإنجيل. وفي الإبراكسيس يقدم لنا مثلا حية أو بيان عملي تجربة واقعية عن الضيقة التي كان سببها ديمتريوس الصائغ للفضة الذي كان يصنع الآلهة وكان يصنع وثنا للآلهة أرتميس، وكيف أثار الغضب وأثار الكل وأثار المدينة كلها على القديس بولس ورفيقيه غايوس وأرستو روخوس اللذين كان رفيقي بولس في السفر. وأخيرا نأتي إلى المزمور وإلى الإنجيل. مزمور القداس المزمور 67 يعلن فيه النصرة للتلمذة وللتبعية والشهادة للمسيح. إله إسرائيل يعطي قوة وعزاء لشعبه. من يتبع المسيح يتمتع بالقوة ويتمتع بالعذاء الذي يعطيه لنا إله إسرائيل. وأخيرا تتوج هذه المنظومة الرائعة من القراءات هذا اليوم بإنجيل القديس لوقا الإصحاح 12 يبدأها بيقول ولكني أقول لكم يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي له سلطان بعدما يقتل أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خافوا. ويسترسل بقى في مثل يقول أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وبعدين يقول لنا عبارة تحتاج أن نقف أمامها كثيرا، حتى شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى، حتى شعر الرأس اللي ملوش قيمة في نظرنا محصى عند الله. فلا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. من يريد أن يتبع المسيح ويعلن الشهادة للمسيح عليه أن يحتمل واثقا كما قال القديس بولس أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد الذي يستعلن فينا،
وزي ما قال القديس بطرس في الكاثوليكون: اوعوا تضطربوا، اما خوفهم فلا تخافوا. وزي الانجيل ما بيطمننا: لا تخافوا حتى شعور رؤوسكم جميعها ايضا محصاة. واحد من الاباء الذين بحثوا في الكتاب المقدس بص الان كلمه لا تخافوا او لا تخف تيجي في الكتاب المقدس 366 مره، وكأن الله في صباح كل يوم بيقول لنا: لا تخافوا، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. والكنيسة طول رحلتها وطول عمرها إلى مجيء المسيح الثاني تدفع ثمن غالي في كل جيل من أجيالها، ثمن للتبعية والتلمذة للمسيح. لكن القاعدة اللي احنا عايشين بيها ومستندين عليها: من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات، ومن انكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. عشنا يا احبائي في هذه القراءة الممتعة ليوم 22 ابيب. رحلنا في هذه الرحلة من خطوة إلى أخرى في الحديث عن التلمذة والشهادة والتبعية للمسيح. كان بدايتها: ارتسم علينا نور وجهك يا رب في مزمور العشية، وكان ختامها: من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات. نعم يا أحبائي، ليكن لنا هذا العنوان في حياتنا: ليرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. فليعطيني الله وأنتم أيها الأحباء أن نحيا في تبعية صافية خالصة للمسيح تبارك اسمه، مقدمين شهادة له ليس فقط في أقوالنا بل في أفعالنا أيضا. وليعطيني الرب وأنتم هذه النعمة لكي يرتسم وجه نوره علينا وعلى وجوهنا، لكي يرى الناس أعمالنا فيمجدوا أبانا الذي في السماوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له كل المجد والكرامة في كنيسته الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور كلها. آمين.